السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب المرحلة الثانية قسم الهندسة المدنية كلية المصطفى الجامعة. أرحب بكم مرة ثانية من على منصة التعليم الإلكتروني، واستكمالا لمحاضراتنا السابقة لمادة تطبيقات الكمبيوتر برنامج سيرفر فيرجن 13، راح نكمل وياكم الأوامر المتعلقة بهذا البرنامج والمتبقية عندنا اللي تساعدنا باستكمال متطلبات هذا البرنامج. قبل ما أبدي شباب، راح أنوه على نقطتين. أولا، النقطة الأولى هي الأسايمنت اللي انتهيكم إياها سابقا. هذا الأسايمنت من الضروري أنه تقدموه، راح يكون تقييمكم على أساس هذا الأسايمنت. النقطة الثانية، المحاضرات من هذه المحاضرة صعودا راح تكون محاضرات غير مكثفة، محاضرات مبسطة، راح تعتمد على أوبشن أو أوبشنين من الأوبشنات اللي موجودة عندنا في هذا البرنامج. محاضرتنا شباب اليوم هي المحاضرة رقم 6 في هذا البرنامج. النقاط بها عندي عبارة عن 10 نقاط، محاضرة من 10 نقاط. النقاط الأربع الأولى أو الخمسة الأولى هي نفس النقاط اللي حكيناها وشرحناها وطبقناها عمليا سابقا، هي لإنتاج خرائط كنتورية في برنامج السيرفر. وإذا تذكرون شباب، كانت هي هذه الخارطة الكنتورية اللي أنتجناها سابقاً. فيما يتعلق بالنقاط المتبقية، المقصد أنه أول 5 نقاط هي ما راح نتطرق لها، لأن هي عبارة عن أنه تفتح الداتا سيت اللي عطيناكم إياه سابقاً، تفتح البرنامج وتروح تسوي جريد فايل، ومن الجريد فايل تروح تسوي كنتور ماب، ومن الكنتور ماب تسيب البروجكت مالتك. هذه خطوة ضرورية أنه تسيب البروجكت مالتك. هذه الأمور كلها شرحناها سابقاً. اليوم راح نجي إلى نقطتين أو أوبشنين مهمين بصراحة. أول أوبشن هو الإكستراكت، هذا راح نروح على الجريد مين. إذا نجي على برنامج السيرفر شباب، إذا نجي على هذا البرنامج نروح على الجريد مين، راح نلقى أوبشن اسمه إكستراكت. إكستراكت هذا الأوبشن، في بعض الأحيان أنت كمهندس تجيك خارطة مشروع، يعني أنت المساحين لما يمسحون المشروع يمسحون حدود المشروع بالكامل، لكن أنت اليوم كمهندس على سبيل المثال أنت تريد تصمم مجمع أو تريد تصمم المجمع السكني أو الدور السكنية داخل هذا المشروع، أو تريد تصمم بناية المهندس المقيم في هذا المشروع، فأنت اللي عندك الخارطة الكنتورية خارطة كبيرة كلش، أنت ما تستفاد من عدها بهالكبر هذا، أنت تحتاج تستقطع جزء من عدها من هذه الخارطة. خلي نفرض على سبيل المثال أنه أنت تريد تستقطع هذا الجزء، تريد تخليه في حساباتك حتى تشتغل عليه، أو ممكن تريد تستقطع أنت هذا الجزء حسب أنت مكان شغلك، أو ممكن هذا الجزء. فهنا بالنسبة لنا إحنا بالسيرفر حتى نسوي هذه العملية لازم نروح إلى الأوبشن اللي هو Extract. خلي نرجع على المحاضرة نشوف انه خلي نسويها يعني ويندوين في وين حتى تكون سهله علينا الامور. هذه الاوبشن، هذا الاوبشن شباب عليه نزيد هذه الفيو حتى تكون عندنا واضحه. فالنقطه رقم 5، النقطه رقم 6 يقول from grid menu. الجريد منيو اللي هي هذه، نروح الى الاوبشن اللي هو اكستراكت، فناخذ من الجريد منيو ناخذ الاكستراكت. ايش راح يقول لي بعد؟ راح يطلب من عندي الجريد، يقول لي اوبن جريد، فراح اختار سيلكت جريد فايل. اي جريد فايل؟ هو الجريد فايل اللي سويناه سابقا، اللي سميناه output، واللي سويناه اللي سميناه grouping، او اللي انت سميته حسب ما انت موجود عندك. انا بالنسبه لي مسميه grouping، فاجي على افتح الجريد فايل واقول له open، فهنا راح يفتح لي هذه الواجهه. هنا اللي انا اريد اسويه شنو، خلي ارجع الى هذه الشاشه. اللي اريد اسويه شباب انه هذه يعني مساحه المشروع اللي عندي. مساحه المشروع مقسمه بالاتجاه الاكس اكسس حسب الجريدات اللي موجودات عندي، اللي قسم لي اياها البرنامج السيرفر. قسم لي الاكس اكسس من 0 الى 38 خليه، من 0 الى 38 خليه بالاتجاه الافقي.
وقسم لي إياها 100 تقسيم، يعني من الصفر إلى 100 بالاتجاه العمودي، ولهذا إذا تتذكرون أعطاني 3800 جريد. إذا تلاحظون هنا أنا واضحة، بالإكس أكسس قسم لي إياها 38 وبالواي أكسس قسم لي إياها 100. هذا مو أني سويته، هذا هو سوى لي إياها حسب الداتا اللي أني عندي والداتا اللي زودت لي إياها. لكن أنا اليوم أريد أقسم هذه المساحة المشروع الكلية اللي هي الأوريجينال جريد اللي بيها 38 تقسيمه بالاتجاه الإكس أكسس أو نسميها النود، و100 خلية أو 100 عقدة بالاتجاه الواي أكسس. أنا اليوم ما يهمني هذا، أنا اليوم أريد أقسم المشروع إلى 4 أقسام. فإذا نأخذ هذه نقطة الأوريجين اللي هي 0 0، فراح تكون عندي بهالاتجاه على سبيل المثال أريد أقسم 4 أقسام متساوية لمنطقة المشروع. فال 38 حتى أقسمها بالنص معناته راح يكون عندي 19، فراح يكون الإكس أكسس لهذا القسم، لهذا المربع أو لهذا الكورنر، راح يكون الإكس أكسس من 0 إلى 19، من 0 هاي النقطة 0 إلى 19 اللي هي منتصف المسافة أو منتصف الجريدات اللي حددت لي إياها. طيب هذه بالاتجاه الإكس أكسس. باتجاه الواي أكسس صعودا راح أقول له أنه قسم لي الواي أكسس من 0 اللي هي هاي النقطة إلى 50 اللي هي هاي النقطة، باعتبار أنه عندنا هنا إحنا عندنا 100 بهذا المكان او بهذا التقسيم، هذا الاكس الواي اكسس عفوا، فراح اقول له انه قسم لي اياها من 0 الى 50، فراح يفهم انه الجريد اللي انا اريدها هي هذه اللي هي من 0 الى 19 ومن 0 الى 50 باتجاه الواي اكسس. نرجع نعيد بالنسبه للقسم الثاني. طيب هذا القسم الثاني احنا شباب اتفقنا بالبدايه على انه هاي النقطه، هذا الكورنر بهذا الاتجاه هي نقطه الاوريجن بالنسبه لي. فلما كان الاوريجن هنا 0 الى 19 معناته وصلت اني هنا 19. طيب هذه النقطه بالنسبه للاكس اكسس ايش قامت تمثل عندي حاليا؟ هذه النقطه الحمراء يعني بالتقاطع الخط الاحمر مع الاك مع الاكس اكسس قامت تمثل لي 19 الى 38، يعني 19 بهالاتجاه، 19 هاي النقطه الى 38 بهاي النقطه اللي هي نهايه الاكس اكسس. بالنسبه للواي اكسس بقت عندي هاي النقطه 0 وبقت عندي هاي النقطة 50 بالنسبة للواي أكسس، فصار عندي هذا التقسيم 0 بالنسبة لهذا المربع، 0 19 هاي بالنسبة للإكس، و 0 50 بالنسبة للواي. بالنسبة لهذا المربع صار عندي تكملة الإكس أكسس اللي هي من 19 لل 38، لكن بقى عندي الواي أكسس هو من 0 لل 50. هذا هو الإحداثيات، هذه هي إحداثيات التقسيمات اللي أنا أريدها. بالنسبة للجزء الثاني راح يكون معكوس الحالة، راح تكون هاي النقطة عندي الإكس مالتها من 0 إلى 19 بهالاتجاه، من 0 إلى 19، لكن بهالاتجاه راح يكون الواي أكسس قيمة تتراوح من 50 إلى 100، 50 إلى 100 بهذا الاتجاه. بالنسبة لهذا المربع راح تكون القيم بالنسبة للإكس أكسس من 19 إلى 38، وبالنسبة للواي أكسس من 50 إلى 100. فهذه هي التقسيمات اللي أني أريدها، أو على فرض أني أريدها من البيبر إنه يسوي لي إياها. نرجع شباب على التقسيمات اللي عندنا هنا، نخليها قدام عيننا، وراح نقول له إنه الانبوت إذا تلاحظون هذه النقطة، تكملة النقطة رقم 6، إنه راح أقسمها divided to 4 split group and generate grid file. راح أقول له إنه يقسم لي هذه الخارطة الأصلية اللي هو عنده اللي سويناها بها 3800 نود، راح أقول له إنه يبدي لي من الصفر وينتهي لي بال 38، ينتهي لي بال 19 عفوا، مثل ما واضح هنا بالنسبه للاكس، انطي الاحداثيات مالت الاكس اللي هي 0 الى 19، وانطي احداثيات الواي اللي هي 0 الى 50.
هذه الإحداثيات بالنسبة للأوتبوت. أنت بالنسبة للإنبوت خلاص دخلت عندك 3800 نوت أو 3800 عقدة موجودة، لكن بالنسبة للأوتبوت أنا اللي راح أحدد له أنه وين يحدد لي وشنو اللي مطلوب من عنده. فاللي مطلوب من عنده أنه يحدد لي من الصفر إلى 19، وأريده بالنسبة للواي أكسس من الصفر إلى 50. أرجع أقول له أنه سيف لي إياها في اسم out واحد اللي هي أنا أساساً مسيفها عندي. أقول له save، أقول له yes، أنت ما راح تطلع عندك yes، أقول له okay. هذه راح يقول لي إنه القيم لازم تكون من واحد لأن هو ما فهم الصفر شنو، فأقول له من واحد إلى هذا، وأقول له إنه يسوي لي إياها grid report. حالاً الgrid report هو مكتمل عندي، فأجي أطلب من عنده إنه يسوي لي خارطة كنتورية. أجي أسوي خارطة كنتورية للجريد اللي أنا سويتها، فأقول له إنه كنتور ما، أروح على الأوت واحد اللي أنا سويتها وأقول له أوكي، راح يطلع لي هذه خارطة كنتورية للجريد اللي أنا حددت له إياه فقط. أقول له راح أجي أخلي هذه الخارطة الكنتورية في مكان معين هنا. إذا لاحظ شباب، هذا الجزء من الخارطة، هذا الجزء من الخارطة يعني هذه التلة، هي حقيقة هذه التلة هنا هي نفسها هذه التلة اللي موجودة عندك هنا، نفس التلة يعني نفس تفاصيل هذه المنطقة. بهذه التفاصيل هذه المنطقة راح تشوفها انت هنا. هسا راح نجي نستكمل البقية، ونستكمل بقية الجريدات نعيدها. راح نجي على جريد اكستراكت، راح نروح الى الجريد اللي انا مسويها اللي سميتها جريجينج، واقول له اوكي هذه الجريد الاصليه. طيب هنا انا هسه بالنسبه لي راح اسوي القسم الثاني من الخارطه اللي هو يبدي لي من 19 لحد 38. راح اقول له اسوي لي من 19 الى 38، والواي بقي لي من الصفر الى 50 او من الواحد الى 50. هذا هو من الصفر إلى الخمسين، من الواحد إلى الخمسين، لكن سمي لي out 2 اللي هو أنا أساساً أسمي. أنت ما راح تطلع لك هذه المسج لأن أنت ما عندك، أنا راح تطلع لي، راح أقول له أوكي. وأنا بالنسبة لي هنا اللي يقول الجريد has been created، يعني أنه فايل الجريد already، فأقول له أوكي. نرجع نقول له contour map، نعطيني out الاوت 2 هو دير من عندك اوبن جريد اللي هو الاوت 2. راح اقول له اوكي، راح يرسم لي خارطه ثانيه نفس الشيء. راح نرجع نسوي الالوان مالتها اللي هي الرينبو. راح نجي نلاحظ شباب هنا شنو، شوف هذه هذا الجزء من الخارطه او هذه باعتبارها هي هذه مناطق جزرات داخل النهر، راح تكون هي هذه نفسها. فقسم لي هذه الخارطه، قسم لي اياها قسمين، ارجع استكمل القسمين العلويين من الخارطه اللي هي الجريد 3 راح اسميها. نفس الشيء اخذ اكستراكت، اخذ الجريجنج الجريد الاصلي، نرجع نعيد. راح اقول له يسوي لي اكس من 0 الى 19، يعني من الواحد إلى 19، وراح يسوي لي الواي من 50 إلى 100 مثل ما موجود هنا عندي من 50 إلى 100. وراح أقول له سمي لي إياها out 3، out 3 يعني موجودة عندي، راح يطلع لك هذا المسج أنت. راح أقول له أوكي created the grid report، أقول له أوكي، أقول له سوي لي خارطة كنتورية من الجريد اللي هو out 3، خلي لي إياها هنا، وراح أعدل الألوان مالتها. وراح نجي نلاحظ نفس الملاحظة اللي لاحظناها، إنه هاي التلة اللي عندي هنا هي أساساً اللي موجودة هنا. أروح أستكمل الجزء الرابع والأخير من هذه من هذا الأوبشن، وراح أقول له سوي لي من 19 إلى 38 ومن 50 إلى 100، لكن سمي لي out 4. أربعة أقول له سيب لي هذا الاسم، أي نعم، وروح انشئ لي الجريدنج فايل وانشئ لي خارطة كنتورية من أوت أربعة اللي سويناها سابقا اللي سويناها بهذه الخطوة، راح تكون عندي الخارطة بهذا الشكل.
قسمنا شباب، قسمنا الخارطة الكنتورية اللي عندي اللي هي مساحة المشروع، قسمناها إلى 4 أقسام متساوية، وأنشأنا من عندها 4 خرائط كنتورية حسب ما تهمك مساحة المشروع. فاليوم أنت وين منطقة المشروع اللي تهمك، تقدر تستخلص من الداتا اللي عندك أو من البيانات اللي عندك من الجريد ريبورت اللي عندك، وتقدر تنشئ خرائط كنتورية مثل ما أنت تريدها.